وصلنا للمحور الثاني، التاريخ وفكرة التقدم. إذا اليوم إن شاء الله غنشرح لكم التاريخ وفكرة التقدم. المفاهيم المركزية اللي كاينة هنا، المركزية هنا عندنا التاريخ وعندنا التقدم، واضح؟ بالنسبة للتاريخ شفنا التعريف ديالو في المحور الأول، المعرفة التاريخية. إذا مفهوم التاريخ ومفهوم التقدم. التاريخ هو المعرفة المكونة عن الماضي والتي تسمح باستشراف المستقبل. التقدم هو كل هيك تطور أو نمو من حالة إلى حالة أخرى أفضل. إذن شنو بغينا نعرفه؟ بغينا نعرفه من خلال المفاهيم. بغينا نعرفه هل المعرفة المكونة عن الماضي والتي تسمح باستشراف المستقبل، يعني داكشي اللي عرفناه على الماضي ومن خلاله كنقدروا نعرفوا شنو خصنا نديروا في المستقبل، حيث الدور ديال التاريخ هو نستافدوا من الاخطاء الماضي ونطوروا راسنا ونزيدوا للقدام. هل يتطور؟ هل ينمو؟ هل يتحول من حاله الى حاله افضل؟ ام العكس؟ ام انه يتراجع؟ ام انه يدور في حلقه مفرغه ويثبت في مكانه؟ إذا هذه القضية، وبالتالي هذه القضية أكيد عندها مفارقة، لكل قضية أو محور مفارقة، مفارقة القضية. هناك من يرى أن التاريخ يتقدم وفق خط مستقيم متصاعد، يعني يتطور، وهناك من يرى أن التاريخ تكرار تحكمه الصدفة والعرضية. إذا حنا دابا بغينا نطرحوا واحد الإشكال. علاش نطرحوا إشكال؟ حيت عندنا جوج ديال الأجوبة متناقضة، حيرونا. المفارقة كتوضعنا في حيرة، مفترق الطرق سميتها مفارقة، كتوضعنا في مفترق الطرق. يمكن لنا نعتبروا أن التاريخ يتقدم وفق خط مستقيم متصاعد ويتطور، وحنا راح نتطورنا، جينا نقارنوا راسنا بالأزمنة الماضية والغابرة منذ العصر الحجري الآن، أكيد تطور الإنسان. ولكن في نفس الوقت نجد أن التاريخ يكرر نفسه وتتدخل فيه بعض الأشياء صدفة وبشكل عرضي، يعني بشكل فجائي، فتغير مساره أو وتوقف نموه. إذن هنا غنخليونا هاد جوج أجوبة المتناقضة اللي بجوج مصحاح، غيخليونا أمام مجموعة من التساؤلات. يعني إحنا ما فهمناش دابا، بغينا نعرفوا هل التاريخ، بغينا نعرفوا هنا واحدة فيهم صحيح، هل التاريخ يتقدم في خط تصاعدي، يعني غادي كيتطور، تحكمه الضرورة، يعني بالضروري أنه خصو يتطور، أم أن التاريخ لا خط له، ما عنده تخط، يعني ما كيتطور ما والو، يكرر نفسه، تحكمه الصدفة والعرضية أو الفجائية. إذا الإشكال هو هادو التساؤلات اللي عندنا في هذا المحور. حنا دابا مادام لقينا جوج ديال الاجوبه متناقضين وصحاح، لقينا على ان التاريخ كيتقدم وكيتطور وعنده خط واحد، ولقينا ان التاريخ كيكرر كيعاود راسو كيدور في واحد الحلقه مفرغه وكتحكمو صدفه والعرضية، اذا هادشي خلانا نسولو. المفارقه تدفعنا الى التساؤل. دابا حنا ما حيت هاد جوج اجوبه ما قنعوناش، اللي ما عرفنا نتبعو هاد الجواب ولا هاد الجواب، داكشي علاش كيجي الاشكال مورا المفارقه. دابا بغينا نعرفو هل التاريخ يتقدم، يعني واش نبقاو هنا، هل التاريخ يتقدم في خط تصاعدي غادي وكيتطور، تحكمه الضرورة، يعني من الضروري كاين أشياء ضرورية خصها تكون وهي التي تساهم في تطوره ونموه، أم أن التاريخ لا خط له، ما عنده تخط، ما كاينش مستقيم، يقدر يكون غادي شوية يرجع شوية يدور شوية يوقف، وبالتالي يكرر نفسه، يقدر يبقى يتعاود نفس الأخطاء اللي داروا في الماضي كيتعاودوا دابا وحنا كنعاودوا راسنا، ما استفدناش، حيت قلنا شنو هو التاريخ أصلا؟ شنو هو التاريخ؟ سمعوا واش قلنا؟ قلنا هو المعرفة
المكونه عن الماضي، متفقين معايا؟ علاش المعرفه المكونه عن الماضي؟ علاش بغينا نعرفوا هذه المعرفه؟ دوك الناس عاشوا ماتوا الله يرحمهم، وحنا مالنا مصدعين راسنا بهم. خصنا نقراو تاريخنا باش نقدروا نمشيو مزيان في مستقبلنا. علاش؟ لاننا غنبنيو على التاريخ ديالنا باش نعرفوا المسارات اللي دازوا منهم الاسلاف ديالنا، الحوايج المزيانين غنكملوا عليهم، والحوايج الخايبين غادي نتفاداوهم، ما يمكنش نطيحوا نفس الاخطاء. بحال شي اب كيعاود لولده كينصحو، كيعاود له التاريخ ديال حياته. علاش كيعاود ليه تاريخ حياته؟ باش يستافد منه وما يعاودش نفس الاخطاء ديالو. واضح؟ اذا حنا دابا بغينا نعرفوا هاد التاريخ الا كان هذا هو الهدف منه، واش الا رجعنا قرينا التاريخ ديالنا ديال الانسانيه ديال البشريه اون جينيرال، ماشي ديال المغربي ولا اون جينيرال، التاريخ بصفه عامه، واش غادي نلقاوه كيبين لينا من خلال الاحداث ديالو انه غادي وكيتقدم، وان عنده طريق واحد غادي فيها وغادي متصاعد غادي وكيتطور، ولا الا قرينا التاريخ ديال البشريه غنلقاو على ان كاين تكرار؟ ولا بغينا مثال هنا، مثلا كل 1920 الطاعون والوباء، 2020 كورونا، واش كاين تكرار في التاريخ؟ كيتعاود، كانت حرب عالميه اولى، حرب عالميه ثانيه، حرب عالميه ثالثه على الابواب، واش التكرار؟ واش كيتعاود التاريخ؟ ولا عنده خط واحد؟ ولا كان كيتعاود، واش هادشي غير صدفه وعارضيه وفجائيه؟ ولا كيتعاود حيت مخطط ليه يتعاود؟ فهمتوا دابا؟ كاين اللي كيقول التاريخ يتقدم وفق خط مستقيم ومتصاعد، شكون هو؟ كارل ماركس وفريدريك هيجل. نخدموا حنا بكارل ماركس. وكاين اللي كيشوف على ان التاريخ تكرار، كيعاود راسه، تحكمه الصدفه والعرضية ولا خطة له. في هذا الاتجاه غادي نشوفوا كل من موريس ميرلو بونتي وكلود ليفي ستراوس. إذن بعد الإشكال، أول حاجة المفهمة المفاهيم، ثاني حاجة المفارقة، ثالث حاجة الإشكال. الناس كيقولوا لي وسادة كيفاش نبداو نضبطوا ضبط المفاهيم ديال كل محور، من بعد مفارقة ديال كل محور، من بعد الإشكال ديال كل محور، ومن بعد الأجوبة المحتملة اللي هي الأطروحات ديال الفلاسفة، وهانت ضبطي المحور. موقف كارل ماركس، القرن 19، وحنا هنا كنهضروا على فيلسوف وعالم اقتصاد. أنا غنركز على عالم اقتصاد وغتعرفوا علاش عالم اقتصاد. علاش عالم اقتصاد؟ لأنه سوف يحلل لنا التقدم في التاريخ من وجهة نظر اقتصادية. يعطينا وجهة نظر اقتصادية كارل ماركس، أو ما يسمى بالمادية التاريخية. بمعنى غيقول لك أنا كنشوف أن التاريخ كيتقدم بحال هكا، أو أيه الإنسان بدا هنا، زائد واحد زائد جوج زائد ثلاثة، شوف أنا برك نخربق ثلاثة خصني ندير هنا، زائد ربعة مثلا مثلا، ويني باش تعرفوني خصكم معدلة مع ميبيا لا والو. زائد ربعة، واحد جوج ثلاثة ربعة. كيفاش واحد جوج ثلاثة ربعة؟ كنا في الصفر، كنا في نظام المشاعة، أنظمة اقتصادية، وكيشرح لنا بنظام اقتصادي الناس ديال الاجتماعية. دابا خصهم يكونوا حاضرين معايا، أصلا هاد الدرس سميتو التاريخ، كاع الأمثلة اللي غتحتاجو كاينين عند أستاذ المغراوي، يعني هنا أنا في شراكة مع أستاذ المغراوي في الدروس. تاريخ العالم، الحماية والاستعمار في المغرب، غتحتاجو هاد الأمثلة. علاش؟ لأن هاد الشيء اللي كيهضر عليهم هاد الدرس. بدينا بالنظام المشاعي، تحولنا النظام العبودي، تحولنا النظام فيودالي، فيودالي، ثم النظام إقطاعي، ثم النظام الرأسمالي. حسب كارل ماركس حنا غاديين وكنطوروا، نظام حسن من نظام، نظام حسن من نظام. ولكن كيفاش تحولنا من نظام لنظام؟ غير هكاك؟ لا، تحولنا عن طريق الصراع. كيفاش؟ الصراع بين
الطبقات. إذن ملي كيكون عندنا صراع ما بين العبيد مثلا والأسياد، هذا الصراع كيولد لنا واحد الثورة اللي هو في مراجل الثورة، وهذه الثورة كتغير النظام الفيودالي. كاين ثورة كذلك بين العبيد وبين النبلاء، فتطورنا إلى النظام الإقطاعي. كاين ثورة وكاين صراع حتى وصلنا للنظام الرأسمالي اللي معروف بزاف، اللي فيه الصراع بين قوى الإنتاج ووسائل الإنتاج. وبالضبط كنهضروا على الصراع بين الطبقة البرجوازية وطبقة البروليتاريا أو طبقة العمال اللي هي الطبقة الكادحة. وهنا كاين الاستلاب، والاستلاب هو سبب الصراع، وهادشي راه كتقراو في الاجتماعيات. اذا اللي كيهمنا حنا هو هذا، راه غير مثال عطاه لينا كارل ماركس باش يشرح لينا كيفاش ان التاريخ يتطور في خط مستقيم متصاعد. يعني هادو هما الانظمه اللي دزنا منهم اقتصاديا، وحنا غاديين مزيان. شنو هو اعلى نظام اقتصادي حسب كارل ماركس يجب ان نصل اليه لنتطور افضل ويختم؟ هو النظام الاشتراكي. بالنسبه ليه باقي خصنا نهار غادي نوصلوا للنظام الاشتراكي، غنوصلوا لقمه التطور في التاريخ. وانتم كتعرفوا على ان النظام الاشتراكي طبقوا الاتحاد السوفيتي واحد الوقت وما نجحش فيه. واضحه هذه الفكره ان التاريخ يتقدم وفق خط مستقيم. هذا هو الدليل، الصراع، والسبب هو الصراع بين الطبقات. وبالضبط ركزوا على في النظام الرأسمالي اللي كنعيشوا فيه دابا، الصراع بين الطبقه البرجوازيه ضد الطبقه العامله او البروليتاريا، اللي بجوجهم انتقدوا كارل ماركس. شكون؟ موريس ميرلو بونتي. بالنسبه لموريس ميرلو بونتي تيقول كارل ماركس لا، التاريخ لا يتقدم وفق خط متصاعد مستقيم. دير بحال هكا، يقدر يكون غادي بحال هكا وتجي شي حاجه صدفه وترجعوا اللور. هذه الصدفه. بحال اللي بغينا نعطيو مثال، بحال الشركات اللي كانت غاده في لو شيفر دافير ديالها مزيان، جات كورونا رجع الشيفر دافير طايح. شحال ديال الشركات، شحال ديال الناس علنوا الافلاس ديالهم في كورونا. يعني تقدر تكون غادي في التاريخ مزيان، واحد الدوله مزيانه التطور ديالها اقتصادي، وتجي شي حاجه صدفه وتنزل لي هذاك التطور ديالها. اذا التاريخ يتقدم ويتراجع، وذلك ما تحكمه الصدفه والعرضيه حسب موريس ميرلو بونتي. كلود ليفي ستراوس قال لك سيادنا التاريخ ما عندوش اتجاه واحد، عنده اتجاهات متعدده. شوفوا هاد الخطط علاش درت هكا. التاريخ هو هادشي كامل. علاش؟ قال لك يمكن لينا نطوروا مثلا تكنولوجيا. فين وصلنا؟ وصلنا ل 75% ديال التطور. يعني ماشي التاريخ كيتطور كامل، كاينين شي مجالات كيتطوروا ومجالات ما كيتطوروش. ونقدروا نكونوا اقتصاديا 45%، واخا هي مستحيل تكون مطور تكنولوجيا ما تكونش مطور اقتصاديا، وكيدوني على قد عقلي باش تفهموا. اولا في الصحه مثلا، ديروا هذه الصحه وهذه التكنولوجيا، ياك غادي مزيان. الاقتصاد نديروا مع التكنولوجيا حتى هو غادي مزيان، اقتصاد ياك. على المستوى السياسي تلقى كاين مشكل، واخا مستحيل تلقى بلد غادي مزيان اقتصاد وتكنولوجيا وسياسيا عوج. مهم نعتبره سياسي، واللي غنركز عليه خليته صغير هو الاخلاقي والقيمي. قيم قال لي التاريخ ما عندوش طريق واحده، الله يرحم الوالدين. التاريخ ما عندوش طريق واحد تقول لنا لا راه كيتقدم ولا كيتراجع. يقدروا شي حوايج يتقدموا ويبقاو متقدمين، بحال التكنولوجيا تطورت بزاف حتى في كورونا، زاد تطورت ما تراجعاش. التكنولوجيا اللي خدمات، بدليل ولينا كنسمعوا الايكوميرس. امتى تشجع الايكوميرس؟ تشجع الايكوميرس وبان الايكوميرس وفهموا الناس ايكوميرس ومشاو الايكوميرس مع كورونا.
ليفريزون ا دوميسيل، تشري غير من الفيسبوك، من ماركت بليس، من مجموعه ما بغيناش نديرو اشهار، مجموعه من التطبيقات توصلك حتى للدار، حيت ما خصك لا تخرج لا والو، خصك الورقه المقدم وديك الهضره كاع اللي دوزنا عقلتو عليها. يا كلينا العصا على المستوى الاقتصادي، وكانت تسهيلات وبعض المعاونات من الدوله للناس اللي ما خداميش، وشي قدو وشي ما قدوش وشي هذا، ولكن كاينين الناس اللي جاتهم يجيناتي والناس وصداروا صدارت لهم التجاره، كلاو العصا صحاب القهاوي وصحاب الحمامات وقاعات الافراح والحاجه كاع اللي فيها الجمع كلاو العصا. ولكن التجاره الالكترونيه مشات مزيان، بيسيات تباعوا، طابليطات تباعوا، الناس دخلوا يقراو باور بوينت، الناس تعلموا الزوم، التطبيقات طويرات الزوم، الجوجل ميت، الاجتماعات كلها دارت في التكنولوجيا حيت ما نقدروش نتلاقاو، قرينا بالتكنولوجيا حيت ما نقدروش نتلاقاو، واليوتيوب تعرف والاساتذه ولاو يقريو، وزدهرنا حتى على المستوى العلمي، ماشي العلمي زعما البحث العلمي، هذا العلمي ديال شويه ديال تقري صحاب ناس الباك، امتى كثروا هاد الفروق ديال قريني نقريك ودير شين في اليوتيوب. حتى الكورونا ولات القرايه سهله، وموجود الاساتذه في العربيه في الفلسفه في الاجتماعيات في 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 بغض النظر على واش كاين واش ديال بصح ولا كيخربقوا هما ديك هضرتهم، ولكن كثروا. اذا تطورنا على مستوى التكنولوجي، الويفيات ولا كلشي مدخل الويفي ولا كلشي كيتكونيكطا ولا ياك ولا التيك توك ولا، ولكن تدهورنا على المستوى الاخلاقي القيمي، ليسوا التعذيب مباشرة. وانتم ما عارفين علاش كنهضر هذوك الفيديوهات اللي كانوا انتشروا ديال الدريات اللي ماتوا الى غير ذلك، ولينا كنشوفوا المنكر مباشرة، وليت ولات صلة الرحم قليلة، ولات العلاقات ما بقيناش كنمشيو نزورو بعضياتنا، كاين اللي تحبسوا، خليو ديما كورونا كمثال، كاين اللي تحبسوا على عائلتهم ما شافهمش، كاين اللي تفرقوا على والديهم، كاين على المستوى الاخلاقي والقيمي كلينا العصا، تراجع، ولا ما بقاش داك الاحترام، ديك الهيبه، ديك اللمه، ديك الجماعه مع العائله، ديك الحياه الزوينه الطيبه اللي كنجمعوا كاملين فرحانين بالسينما الخميس، نتسناو فيلم يخلعنا ونوضوا مخلوعين كاملين. دابا ولا اللي بغى شي حاجه يتفرج فيها، كل واحد شاد القناه ديالو، كل والهيد ديالو، كل وافكاره، ولكن تشتتنا على بعضياتنا، طورنا ولينا، والحريه ولات الحريه. ولكن ملي كثرات الحريه ولات الوحدانيه. ولا بنادم عايش وحيد، كل واحد في عالمه، ما كتعرفيش ولدك راسو اش فيه، حتى شي نهار كتصدمي به حيت هو عايش في العالم ديالو. حتى واحد فينا ما بقى عارف راس الاخر اشنو فيه، فاش كيتفرج، شنو كيشوف، شنو متبع، شنو هما التطبيقات، اش غيخرجوا عليه، واش كيشوف شي حاجه خايبه، واش داخل الدارك ويب، واش 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 واش. اذا ما تقولوش لي راه التاريخ زوين ولا التاريخ خايب، التاريخ فيه الزوين وفيه الخايب. تراجع على مستوى الاخلاق والقيمة، تطور على المستوى التكنولوجي، نقدروا نكونوا تطورنا غير شويه على مستوى الصحه، ولكن التكنولوجيا فاتت الصحه، المستوى السياسي بقينا في بلاصتنا مثلا ولا تراجعنا، الا جينا نقارنوا حكومه بحكومه واش بقينا في بلاصتنا، واش تراجعنا وزدنا القدام. على المستوى الاقتصادي كذلك بزاف الاسر كلاو العصا، وبالتالي هنا ما كلود ليفي ستراوس قال لهم بقاو تفرقوا، ملي تبغيو تهضروا على التقدم في التاريخ ما تهضروش جمله، هضروا تفصيله تفصيل. لذلك غتسمعوا الطفرات والقفزات، هذه باش معروف موقف كلود ليفي ستراوس، معنى الطفرات والقفزات. كانت التكنولوجيا عندنا هنا، جات كورونا وهي تقفز واحد القفزه كبيره وهي توصل لهنا، كتجيش حاجه صدفه، هو هضر على الصدفه والفجائيه، غير هو ما قالش الصدفه كترجعنا اللور، قال الصدفه تقدر تخلي واحد المجال كان متطور بشكل صغير جدا كيقفز واحد القفزه نوعيه وكيولي متصدر. بحال التكنولوجيا ولات المعلومه سهله لدرجه ان الانسان عجز باش يقرا وياخذ المعلومه الصحيحه ويبحث الراسو، حيت قد ما كتضرب تمار على الحاجه وكتبحث على الراس كتوصل وكتعلم. دابا انت بغيت تقرا واحد شويه على التاريخ، غتلقى راسك قريتي سبعه الصفحات ما عندهم تعلقه، ولكن خلاو عندك ثقافه، خلاو عندك فوكابيلور ولغه، داكشي علاش عندكم مشكل في التعبير، حيت المعلومه كتجيكم سهله. كاين اللي حاطه دابا الفيديو كتسمعني في كوزينه وبارك تغسل في المواعن، كتفهم الافكار، ولكن حيت ما قراتش كتوبه صعيب على التعبير. اذا التاريخ راه تطوروا فيه شي حوايج وتراجعوا فيه شي حوايج اخرى. الاخلاق كانت هنا تراجعات بشكل كبير جدا، لان التطور التكنولوجي فضح بزاف د الحوايج واثر على بزاف د الحوايج على المستوى الاخلاقي القيمي. اذا شنو غنلقى؟ بالسهم عقلوا عليها وتصاعدي، تصاعدي ويقدر يكون تتنازلي تراجع الا كانت شي حاجه صدفه، وهذا طفرات وقفزات
كاين تطور على مستوى مجموعه، كل حاجه كتطور بوحده منفصله عن بعضها، المجال السياسي بوحده، المجال الاقتصادي بوحده، الصحي، الاخلاقي، القيمي، التكنولوجي مثلا والعلمي كذلك. ولكن راه يقدر حاجه تطور وحاجه تراجع، حاجه تطور حاجه تراجع، ميمكنش كل شيء كيتطور مع بعضياته. اذا الا قال لنا هذا تطوري تصاعدي، هذا قال لي لا تحكمه الصدفه والعرضيه، وهذا حتى هو قال لي لا كتحكموا الطفرات والقفزات، ويمكن يتطور شي حاجه وتراجع حاجه اخرى. واضح في هذا المحور هي ان التاريخ يتقدم، حنا ما ناكرينش، اكيد حنا تطورنا بزاف، ولات المعلومه سهله، العجانه تعجن، ماكينه الصابون تصبن، الحمد لله بزاف الاعباء من اجل خدمه التطور التقني التكنولوجي لخدمه راحه الانسان وحريه الانسان واخلاقيه الانسان. زعما يعني راه كاين تقدم، ولات دابا العداله وكل ما هو اخلاقي بغيتي تدافع عليه، تفعل غير هاشتاغ توصل للمبتغى ديالك. شحال هادي راه تغني تتعيا ما يسمعك حتى واحد، شحال من قضايا تحلوا غير بالهاشتاغ. اذا راه التطور التقني راه كيساهم في تثبيت القيم حتى هو، وحتى هو في حريه الانسان، ولكن كيف ما عنده ايجابيات كاينين سلبيات. التاريخ تطور ولكن كاينين شي حوايج فيه تراجعوا، يعني حنا خاصنا نكونوا مركبين، ما غاديش نقولوا لا التاريخ غير غادي وكيتراجع اولا كيعاود راسو، كاينين شي حوايج كيتعاودوا كما قلت لك. القرن 1920 مع 2020 طاعون الوباء وكورونا ودوك النظريات اللي كانوا ظهروا بدايه كورونا، نقدروا نقولوا كاين تكرار. الا شفنا الحرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه وما يقع الان في اوكرانيا وروسيا، نقدروا نقولوا تكرار. ولكن الا شفنا التطور اللي حنا غاديين فيه كبشريه من حسن الى احسن، نقدروا نقولوا تقدم وتصاعد وتطور. والا شفنا اشنو اللي تطور واشنو اللي تراجع، غنلقاو كاينين شي حوايج تطوروا للاحسن وكاينين شي حوايج تراجعوا للاسوء، وبالتالي الاطروحات بالثلاثه عندهم الصح. كيبقى نتايا لك الاختيار تجاوب بحسب اشنو علاه يسولوك. قالوا لك التاريخ يتقدم تقنيا ويساهم في تطوير باقي المجالات الاخرى ويتصاعد، اكيد هنا راه غدافع على الموقف ديال كارل ماركس، وغادي تناقشوا بالناس اللي تيقولوا كيتراجع يقدر يتراجع، وتناقشوا بالناس اللي تيقولوا شي كيتراجع وشي كيتقدم، لان التاريخ منفصل عن بعضه ماشي سلسله مترابطه الحلقات. قالوا لكم التاريخ تحكموا الطفرات والقفزات، غدافعوا على هذه الفكره وغتايدوها بكلود ليفي ستراوس، وغتقولوا كاين اللي كيايد عاوتاني وتيقول لك يقدر يكون كيتراجع بالصدفه، ولكن راه كاين اللي كياكد لينا على ان التاريخ يتقدم ويتصاعد. نتوما خاصكم تكونوا غير اذكياء على حسب اشنو طلبوا منك في داك السؤال. يعني نتوما كتقولوا وصعيب ما فهمتوش، ما عمركم تقولوا ما فهمتوش، سيروا جربوا راسكم في شي سؤال باش تعرفوا راسكم فاهمين. الا استطعتوا تفهموا السؤال وتفهموا علاش كيهضر واش بغى يقول وقدرتوا تعبروا، راكم فاهمين واضح، راه ما قداش راكم حافظوا هذا الشيء. بدليل اليوم انا تعمدت ما نكتبش لكم الاطروحات، حيت الفلسفه ما تتحفظش. الا فهمتوا غير كارل ماركس انه تيقول تصاعدي تقدمي، وعطانا مثال بالانظمه الاقتصاديه اللي دازت على البشريه باننا فعلا كنطوروا وفعلا كنطوروا، ونقدروا نعطيو مثال على هذا الشيء ساهل، خاص يكون الراس يكون عامر، ديك الفلسفه الاجتماعيه ستلقاو الامثله. وعطيتكم مثال ديال الانظمه، نظام مشاعري العبودي الفيودالي الاقطاعي والراسمالي والاشتراكي، هذا دليل على اننا غادي وكنطوروا. الصدفه والعرضيه مثال ديال كورونا، مجتمعات كانت متقدمه وغدا مزيان، شوفوا امريكان شيفر دافير ديالها هبط، وحتى القيمه ديالها نزلت شويه من كورونا، دابا لا رديتو البال ولات كدافع عليها، وصراعات سياسيه مع روسيا الى غير ذلك. الا مشينا شفنا واش كاع المجالات في التاريخ كتطور، اكيد لا، غنلقاو مجالات كتطور على المستوى الاقتصادي، على المستوى الصحي، عمليه الليزر تصحيح الشبكات شي ما كانش، كان فتح لي عيني قدح لي عيني عمى يبقى هكا كاينه، ما كانش التطور ديال العمليات عمليه التجميل، ما كانش التطور، وفي نفس الوقت تراجعنا، ولات انسان عنده ثقه في النفس ناقصه، كلشي ولا حاسب راسو خايب، كلشي باغي يدير عمليه التجميل، شي باغي ينفخ، شي باغي يفش، شي باغي يكبر، شي باغي يصغر، راكم عارفين علاش كنهضر. اذا كاين تطور علمي تكنولوجي صحي تقني مطوري، ولكن كاين تراجع، تراجع اخلاقي، تراجع في شخصيه الانسان، ضعف شخصيات، تمركز حول الذات، الانانيه، الحقد، الغل، حب الذات، عدم المشاركه مع الاخرين، الشوهه، البارطاج ديال المشاكل. تقدروا تعطوا مثال ديال هاد البوز هذا، كل واحد باغي تطورنا تكنولوجيا، ولا سالي عندك تليفون، شحال هادي بنادم ما كانش لاقي حتى تلفازه كولور البيض والكحل، كاين اللي مسكين ما عندوش التلفازه كيتصنع الراديو، دابا ملي ولات التكنولوجيا مطوره ولا التليفون رخيص، ولا اللي ناضي حلشان
شي باغي يتعرى علينا، اللي شي باغي يعايرنا، شي باغي يسبنا غير باش يطلع باش ياخذ الماني حيت الفلوس. ولاو ساهل النظام التكنولوجي، ساهل النظام الاقتصادي، ها هو تطور ولكن تراجع. واش كدير محتوى هادف؟ واش كتسوعي الناس؟ واش كتطور الحياه ولا عاد تزيد طينه بله باش تربح الفلوس؟ هنا غيبان لك واش كنتقدم ولا كنتراجع. انا جاني موضوع زوين وشيق ونستافدوا منه في حياتنا. بعد انا ديما كنقول لكم الدرس ديالي في الفلسفه، انا ماشي دوك الاساتذه اللي كيحفظوكم الوطني، انا ضد الفكره. انا ما جايش نحفظكم الوطني، انا جاي نوعي العقول واميم طون بريباريكم الوطني، ولكن تبناو على اساس. واخا تخرج من الوطني كيبقى راسك عامر، كتعرف تتعامل في حياتك. اما دوك اللي تيبداو يحفظوكم قول هادي ما تقولش هادي، انا ماشي هكاك. يعني ملي غتجي عندي ديما غتلقاني كنشرح لك بالواقع، كنشرح لك باش كنعيشو، كنفهمك انت بعدا كيفاش داير. ربح راسك، حتى لسقطتي في الباك ربح راسك، عمر راسك، فهم شي حوايج، فهم راسك، فهم وليداتك، عيش مزيان، هادي حسن. اما الامتحان راه الا امتحان الاخره، ما امتحان الدنيا راه غادي. واضح؟ اذا نتمنى تكونوا فهمتوا هذا المحور، راه ماشي صعيب، راه ساهل، وراه ثقافه عامه، وراه كنعيشوا يوميا. اللي ما حسش راسو فهم غير يعاود اللايف، راه غادي يفهم مزيان اللايف. راه غنخليه هنا مسجل وغنهزو وغنحطو في لاشين عندي باش اللي بغى يلقاه انا غادا بنيت بنفس الترتيب. ونتلاقاو ان شاء الله في الاسبوع المقبل.